الظهيرة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. سلطات الاحتلال ترفض الإفراج الفوري عن الأسير ماهر الأخرس، وأسرى محررون يعتصمون في مقر الصليب الأحمر الدولي في البيرة تضامنا. الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاقية تطبيع مع الإمارات، ونتنياهو ومحمد بن زايد يتفقان على عقد لقاء قريب. إيران ترحب بخطتي روسيا والصين للحوار بين دول الخليج، وبكين تدعو إلى إنشاء منصة حوار متعدد الأطراف لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط. لبنان يسمي وفدا عسكريا تقنيا إلى المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية، وعون وبري يلتقيان الحريري مع بدء العبد العكسي لموعد الاستشارات النيابية. ترامب خطط للظهور بقميص سوبرمان لحظة خروجه من المستشفى لتفادي الظهور بمظهر الضعيف وفق صحيفة نيويورك تايمز. نو 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 موسكا كوهون موسكا كوهون. وفي الظهيرة، مادورو يعلق بطريقة فكاهية على الذبابة التي حطت على رأس بانس خلال مناظرة نائبي الرئيسين. أهلا بكم. رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإفراج الفوري عن الأسير ماهر الأخرس، وأوصت بعدم تجديد الاعتقال الإداري وبإطلاق سراحه بعد انتهاء مدة الاعتقال الأولى الشهر المقبل. الأسير الأخرس رفض من جهته توصية المحكمة العليا الإسرائيلية وقرر مواصلة الإضراب عن الطعام حتى نيل الحرية. مراسلة الميادين نقلت عن زوجة الأسير قولها إن حالته الصحية تشهد تدهورا كبيرا، وفي البير اعتصم عدد من الأسرى المحررين في مقر الصليب الأحمر الدولي تضامنا مع الأسير الأخرس. قائه بمستشفى كابلان معناه هو أمر احتجاز، وهذا غير معرف في القانون، فيش تعليق، يعني القانون لا يحكي عن شيء اسمه تعليق. المحكمة جادلت بهذه النقطة، وإنه وجوده في مستشفى كابلان جواب النيابي كان حتى يتاح لقوات الأمن إعادة اعتقاله مرة أخرى في حالة أوقف إضرابه عن الطعام، أو في حالة تعافى، أو في حالة نقول دخل في غيبوبة وتم علاجه. وللمزيد معنا من غزة ناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى سيد محمد الشقاقي. سيد محمد، يعني بعد أن وصلت الأمور إلى هنا، ماذا يفترض أن يحصل الآن، وماذا عن الاتصالات التي كانت تجري يعني عربيا أيضا من أجل الأسير الأخرس؟ نعم، الأسير المجاهد ماهر عبد اللطيف الأخرس أبو إسلام مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني بتحويله للاعتقال الإداري. اليوم المحكمة الصهيونية العليا للقدس المحتلة رفضت قرارا بالإفراج عن الأسير المجاهد ماهر الأخرس أو المضرب عن الطعام لليوم 78 على التوالي، وأصرت على إبقاء إكمال مدة الاعتقال الإداري الحالي له في 26 من نوفمبر أن يتم الإفراج عنه. الأسير المجاهد أدرك خطورة هذه الخطوة ورفض هذه الخطوة لأنه يرفض سياسة الاعتقال الإداري كمبدأ، ويطالب فورا الإفراج الاعتقال عنه. قبول الأسير المجاهد بهذا العرض يعني أنه موافق على الاعتقال الإداري، لكن هذا الأمر له خطورة من حيث أنه من الممكن أن يتم تجديد الحكم باعتقاله إداريا بعد انتهاء مدة قرار الحكم الإداء هذا القرار الجاري. لذلك الأسير المجاهد يرفض هذا الأمر ويطالب فورا الإفراج العاجل عنه تحت شعار إما الحرية وإما الشهادة. حول الوساطات في هذا الأمر، حتى الآن لم تجد أي حلول هذه القضية، لم تجد أي حلول جدية من الاحتلال الصهيوني، خاصة في ظل هذا التدهور الخطير الذي طرأ على صحته، حيث أنه يعاني ظروفا صحية خطيرة وصعبة في مشفى كابلان الصهيوني الذي يقبع فيه منذ أكثر من شهر بعد نقله من سجن عيادة الرملة، ويرفض فيها أخذ المدعمات
وإجراء الفحوص الطبية. طيب هذا التعنت الإسرائيلي كيف يفهم؟ خاصة أنه في تقرير من المستشفى نفسه بأنه فعلا حياته بخطر، بشكل واضح وصريح كان الكلام بالتقرير. نعم، العدو الصهيوني يهدف بهذا التعنت إلى قتل الأسير المجاهد ماهر الأخرس بالبطء، خاصة أن الأسير المجاهد يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، وأن الإضراب قد يزيد في إصابته بالأمراض، وهذا ما يهدف إليه العدو الصهيوني، لأن من مضاعفات الإضراب عن الطعام التلف لأعضاء الأسير المجاهد لأعضاء جسده، وهذا ما يهدف به العدو الصهيوني إلى تأخير الإفراج عنه إلى أقصى فترة ممكنة، حتى تتلف أعضاء جسده الداخلية، وحتى بعد الإفراج عنه من الممكن أيضا أن يستشهد الأسير المجاهد، لأن كل يوم يزيد في إضرابه المستمر عن الطعام هو معرض للخطر. طيب في أخبار عن الأسير جديدة ممكن أن تعطينا إياها باعتبارك يعني متحدث إعلامي لمؤسسة مهجر القدس لمتابعة شؤون الشهداء والأسرى؟ هل ممكن أن تضيف أي شيء؟ هل من معلومات وصلت؟ هل تمكن من الحديث إلى أحد؟ المحامية الأسير قامت بالأمس بتقديم طلب الالتماس، وصباح اليوم بثت المحكمة الصهيونية العليا بتوصية بالإفراج، الأمر الذي رفضه الأسير، لكن المحكمة الصهيونية العليا أمهلت محامية الأسير للرد لحين الساعة 6 من مساء هذا اليوم، لكن الأسير سيبقى مستمر في رفضه لهذا الأمر ومتواصل عن الإضراب عن الطعام لحين أن تقوم المحكمة الصهيونية العليا بإصدار قرار يقضي بالإفراج العاجل عنه. طيب هل من يعني دور تقومون به أنتم كمؤسسة، نذكر مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، هل من أي تحركات تقومون بها؟ أيضا ربما جمعيات أو مؤسسات تعمل بنفس عملكم، ماذا على هذا الصعيد؟ سيما أنه هذا الموضوع سيفتح الباب أمام التحركات من جديد في سواء الشارع أم حتى الفصائل الفلسطينية، كما قالت في قطاع غزة أيضا سيكون لها كلمتها في هذا الموضوع. نعم، نحن في مؤسسة مهجة القدس، ومنذ أن أعلن الأسير المجاهد ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام كان لنا عدة رسائل. قمنا بزيارة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة على أكثر من مرة، وقمنا بإيصال رسالة له أن يقوم بإيصالها للاحتلال الصهيوني حول وضع الأسير المجاهد ماهر الأخرس للاستجابة إلى مطالبه والإفراج عنه، إلا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعلى لسان رئيس بعثة اللجنة في قطاع غزة الذي أفاد لنا بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تلزم الاحتلال الصهيوني، وإنما قرارها فقط هي تقوم بإيصال الرسائل، لكن كل ما يرد لنا أن الاحتلال الصهيوني متعنت في قضية الأسير المجاهد ماهر الأخرس. الآن الكلمة ستكون بإذن الله إن شاء الله للمقاومة الفلسطينية التي أوصلت رسائلها للاحتلال الصهيوني قبل عدة أيام وحذرته من مغبة الاستفراد بالأسير المجاهد واستشهاده، وأنه في حين طرأ تدهور خطير أدى إلى استشهاد الأسير أو حلف له أي مكروه، فإن المقاومة الفلسطينية ستعاقب هذا العدو الصهيوني المجرم، وأنه سيكون في مواجهة لا يستطيع العدو الصهيوني أن يتحمل عقبات وتبعات هذه المواجهة المفتوحة عنه، خاصة أنه في هذا الوقت يعاني من جائحة كورونا، والمقاومة الفلسطينية ستجبره إلى النزول إلى الملاجئ، الأمر الذي لا يستطيع الاحتلال تحت هذا الضغط. من الممكن أن يموت كل مستوطنين الاحتلال الصهيوني بفعل صواريخ المقاومة التي ستنزلهم إلى الملاجئ ويكونوا عرضة لفيروس كورونا الذي يتهددهم بالخطر الشديد. ونذكر طبعا بأنه 30 أسير في سجن عوفة سيشرعون اليوم في إضراب عن الطعام تضامنا مع الأسير الأخرس وضد سياسة العزل الانفرادي بحقهم، وكل هذه طبعا خطوات مهمة نأمل أن تصل إلى خواتيم المطلوبة. كل الشكر لك سيد محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، كنت معنا عبر الهاتف من غزة.
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام رفض الاحتلال إطلاق سراح الأسير ماهر الأخرس. أحمد شلدان. إن الليل زائل، لا غرف التحقيق باقية. تصريحات متتالية أصدرتها الفصائل الفلسطينية تؤكد في مجملها أن المواجهة مع الاحتلال قاب قوسين أو أدنى إذا تم المساس بحياة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس. المساس بحياة ماهر الأخرس يعني إعلان حرب، وأن شعبنا الفلسطيني من حقه أن يدافع عن أسراه. المقاومة الفلسطينية ستدافع عن أسراها البواسل بكل الإمكانيات المتاحة بما فيها إطلاق الصواريخ. كل الخيارات مفتوحة بما فيها استخدام وسائل المقاومة المسلحة في وجه هذا الاحتلال الإسرائيلي لإجباره وإخضاعه للإفراج الفوري عن هذا المناضل البطل. سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أكدت في شريط مصور أن صبرها لن يطول، ما يطرح تساؤلات عن المدى الذي قد تذهب إليه الفصائل خلال الساعات المقبلة. لن نقف مكتوفي الأيدي، والمقاومة ستقوم بواجبها في الدفاع عنه والدفاع عن كل الأسرى، والساعات القليلة القادمة ربما يحدث فيها مستجدات كثيرة. اللغة التحذيرية للفصائل منذ أيام تجعلنا أن نذهب باتجاه سيناريو أن المواجهة المسلحة قادمة إذا ما حصل مكروه للأسير الأخرس. ومع تعنت الاحتلال ورفضه إطلاق سراح الأسير الأخرس تستمر المناشدات بضرورة تدخل المؤسسات الدولية، ومعها يؤكد الفلسطينيون جاهزيتهم التامة للدفاع عنه بكل الوسائل المتاحة. تدهور صحة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس يضع الفصائل الفلسطينية أمام تحديات كبيرة، تحديات يؤكد الفلسطينيون أنها لن تمنعهم من قلب الطاولة رأسا على عقب دفاعا عن الأسرى مهما كانت التبعات. أحمد شلدان، غزة، الميادين. صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية التطبيع مع دولة الإمارات. إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه اتفق مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على عقد لقاء قريب، وأنه دعاه إلى زيارة إسرائيل وتلقى دعوة منه لزيارة الإمارات. من جهته قال ابن زايد في تغريدة له على تويتر إنه تلقى اتصالا من نتنياهو بحثا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية وأفاق السلام في المنطقة على حد تعبيره. هذا ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن وفدا إماراتيا رسميا يزور إسرائيل برفقة مسؤولين أمريكيين في 20 من الشهر الحالي. 90% من الخطاب العربي على مواقع التواصل الاجتماعي رافض للتطبيع، وذلك بحسب دراسة إسرائيلية أشارت إلى أن جزءا كبيرا من هذا الخطاب تضمن إدانة شديدة للإمارات وللبحرين. علي الأحمر. أهلا بكم. 90% من المناقشات باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صفقات التطبيع الخليجية الأخيرة كانت سلبية، رقم كبير بالطبع يزيد من خشية إسرائيل إزاء صلابة موقف المجتمعات العربية الرافضة للتطبيع، صادر عن دراسة جديدة أجرتها وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية حول التطبيع مع إسرائيل. المثير هنا أن 95% من الخطاب النقدي بشأن اتفاقية التطبيع وجه بشكل أساسي نحو الإمارات، فيما ركز 27% من الانتقادات على التفاعل مع الاحتلال الإسرائيلي، و10% تحدث عن نفاق الإمارات، بينما اعتبر 5% أن الاتفاقية استسلاما لمصالح الولايات المتحدة. وبحسب الدراسة فإن جزءا كبيرا من الخطاب الرافض للتطبيع تضمن إدانة شديدة للإمارات والبحرين، وذلك مع اعتبار 45% من المنشورات الاتفاقية خيانة للفلسطينيين. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن التقرير لفت إلى أن حكومتي الإمارات والبحرين استعدتا لحملة سلبية ضد اتفاقات التطبيع، وبذلتا جهودا على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل تبرير التوقيع، وذلك من خلال الاستناد على خطاب ديني بهدف الدفاع عن البعد الشرعي للاتفاقيات وإبراز الفائدة الاقتصادية والسياسية وإلغاء الحكومة الإسرائيلية لخطة الضم.
الدراسة أوصت بدفع عملية وعي إيجابية وطويلة المدى للترويج لفوائد التطبيع ومكتسباته للدول المطبعة، منطلقة من أن أساس المعركة يجب أن يركز على دول الخليج ودول أخرى يمكن أن توقع اتفاقات إضافية. هذا وكشف خبراء إسرائيليون أن حملات الحب والتعاطف الخليجية مع إسرائيل التي تجتاح شبكات التواصل الاجتماعي غير صحيحة، وتقف وراءها أجهزة رسمية في الإمارات والبحرين والسعودية لإضفاء الشرعية على اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل. منال إسماعيل. منذ التوقيع على اتفاق التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين لوحظت ظاهرة مفاجئة ولافتة على مواقع التواصل الاجتماعي تمثلت بحملة حب وتعاطف خليجية غير مسبوقة اتجاه إسرائيل والإسرائيليين، تحتوي على كثير من القلوب وأفلام التيك توك والتهنئة والأغاني باللغة العبرية. حملة الحب هذه طرحت علامات استفهام كثيرة من قبل خبراء إسرائيليين عن كمية الحب المفاجئ الذي أوضق على إسرائيل، وهل يمكن فجأة تحويل رأي عام كامل بعد سنوات من العداء إلى حالة حب، ولا سيما مع جهة مثل إسرائيل، ليأتي الجواب سلبيا ما يثير الشك في مصداقية هذه الظاهرة على أرض الواقع. أنا متخصصة في فحص مدى مصداقية الرسائل والمضامين التي نراها منذ أكثر من أسبوعين على الشبكات الاجتماعية. هل الشعب في الإمارات والسعودية والبحرين نهض فعلا ذات صباح بعد توقيع الاتفاق واكتشف حبه لمواطني إسرائيل؟ سأقول هذا بصورة بسيطة، الجواب كلا. هذه الحملات غير صحيحة. التشكيك في مصداقية التعاطف على شبكات التواصل الاجتماعي مع إسرائيل يقود بحسب باحثين إسرائيليين إلى استنتاج مفاده بأن ما يجري حملة مفبركة من قبل أجهزة الأنظمة في كل من الإمارات والسعودية والبحرين. من المهم القول أن الإمارات والسعودية والبحرين تدير منذ أكثر من شهر حتى قبل توقيع الاتفاق حملة شرسة جدا على الشبكة، وقد تم تجنيد وزارات كاملة من أجل العلاقات العامة وبث مواد إيجابية وبناء بروفايل ورسوم إيجابية حول إسرائيل لإنتاج ظاهرة يبدو فيها أن هناك الكثير من المواطنين والحسابات التي تدعم فكرة اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسعودية حقا، وكي يبث للخارج أن هناك شرعية جماهيرية وإرادة شعبية لهذه السياسة. تحليل الخبراء الإسرائيليين للتعاطف الخليجي المبالغ فيه مع إسرائيل صب وفق مراقبين مياها باردة على الحماسة الواضحة جدا في أوساط الجمهور الإسرائيلي الذي اعتقد أن لديه أصدقاء جدد، ما يشير إلى أن كتلة كبيرة من الجمهور العربي الذي يرسل قلوبا للإسرائيليين غير موجود على أرض الواقع وغير حقيقي. ردا على ما يشاع عن تطبيع مرتقب بين تل أبيب والخرطوم مقابل شطب الأخيرة من لائحة الإرهاب، أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن بلاده تريد أن يجري التعامل مع المسارين بشكل منفصل. وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز حذر حمدوك من أن إبقاء الولايات المتحدة السودان على قائمتها لدول الراعية للإرهاب يهدد المسار الديمقراطي فيها، فالعقوبات تشل اقتصاد السودان، ومن غير العادل معاملة بلاده كدولة منبوذة بعد مرور أكثر من 20 عاما على ترحيل بن لادن منها وإطاحة عمر البشير الذي كان يؤويه. السادة الآتي أسمعوا. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 21 جنديا نتيجة عراك عنيف بين جنود من سرية التأهيل التابعة لوحدة الدورية البدوية في لواء جفعاتي وجنود سرية التأهيل من كتيبة شيكد على خلفية الدخول إلى قاعة الطعام في قاعدة التدريب التابعة للواء. وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أنه تم نقل 7 جنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وعولج 14 جنديا في القاعدة العسكرية على أيدي الطاقم الطبي. أعلنت بكين أن وزير الخارجية الصيني دعا خلال لقاء مع نظيره الإيراني إلى إنشاء منصة حوار متعدد الأطراف لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط.
إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن الصين قدمت مثل روسيا خطة للحوار بين طهران ودول الخليج، موضحا أنه تم إبلاغ موسكو وبكين الترحيب الإيراني بهاتين المبادرتين، وأبدى زادة تطلع بلاده إلى انتهاء الحظر التسليحي المفروض عليها. في 17 أكتوبر المقبل سيلغى الحظر التسليحي المفروض على إيران والمنصوص عليه في القرار 2231 بموجب الاتفاق النووي، وبذلك ستمنى الولايات المتحدة بهزيمة تاريخية برغم كل حيلها وخداعها وإجراءاتها غير القانونية، وإيران ستثبت مرة أخرى أن أمريكا ليست قوية بالمقدار الذي تدعيه. حاج زاد أضاف أن طهران لا تبني سياستها على حسابات انتخابية أمريكية، مؤكدا أن كل ما تتخذه من إجراءات هو أمر محسوب وأبعد ما يكون عن جبن العديد من الدول تجاه الولايات المتحدة. لا يهمنا إذا كانت إجراءاتنا ستصب في مصلحة هذا المرشح أو ذاك في الانتخابات الأمريكية المقبلة. رد إيران على الإجراءات الأمريكية واضح. نحن لا نحسب أبدا لصالح من سيكون ردنا. نحن ننفذ سياساتنا الأصولية وكل من يتجاوز على أمننا سيصفع. سياسات إيران محسوبة، وعلى هذا الأساس ضربنا قاعدة عين الأسد، وعلى أساس هذه السياسة المحسوبة لم تقترب أمريكا من ناقلات النفط الإيرانية. لغتنا مع واشنطن لغة اقتدار وليست لغة الجبناء الأوروبيين أو لغة ذيولها في المنطقة. لغتنا هي لغة بلد متحضر وقوي يتمتع بتاريخ آلاف السنين. أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية تأليف الوفد اللبناني إلى التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية. الوفد يتألف من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا، والعقيد الركن البحري مازن بصبوص، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، والخبير نجيب مسيحي. ومع بدل عبد العكسي لموعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس يكلف بتأليف الحكومة في لبنان، عقد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري اليوم لقاء مع رئيس الجمهورية ميشيل عون على أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري. الحريري كان اتصل أمس بكل من عون وبري، فيما من المتوقع أن تتكثف اتصالاته مع الكتل النيابية الأخرى في اليومين المقبلين. الحريري وبعد لقائه الرئيس عون قال أن المبادرة الفرنسية التي حملها الرئيس مانويل ماكرون إلى لبنان قائمة على تأليف حكومة اختصاصيين لا ينتمون إلى الأحزاب للقيام بإصلاحات مالية واقتصادية، مجددا التزامه بإنجاح مبادرة ماكرون. أنا راح أبعث وفد للتواصل مع جميع الكتل السياسية الرئيسية للتأكد من أنها بعدها ملتزمة بكامل بنود الورقة يلي وافقت عليها سابقا بأول شهر الماضي بقصر سنوبر بحضور الرئيس ماكرون. والهدف من السؤال هو أني أنا مقتنع أنه مبادرة الرئيس ماكرون هي الفرصة الوحيدة والأخيرة والأخيرة الباقية لبلدنا لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت. جميع القوى السياسية وجميع اللبنانيين بيعرفوا هالشي، وبيعرفوا أنه ما عاد عندنا وقت نضيعه على المهاترات السياسية، وأنه الانهيار الكبير عم بيهدد بلدنا بمزيد من المآسي وبيهدد الدولة بالزوال الكامل. وللمزيد معنا من بيروت مراسل الميادين عباس الصباغ. عباس يعطيك ألف عافية، أبدأ معك من الوفد اللي تم تشكيله من عسكريين فقط، ما الدلالات ولماذا؟ نعم، ولا يعني كما كان قد وعد الرئيس ميشيل عون وكما أكدت مصادر رئاسة الميادين بالأمس بأن الوفد اللبناني لن يضم أي شخصية سياسية، وبالتالي لن يكون هناك وقوع في الشرك الأمريكي الإسرائيلي برفع مستوى التمثيل اللبناني من تقني عسكري إلى سياسي أو مشاكل. وبالتالي هذا الموقف اللبناني حاسم بأن المفاوضات غير المباشرة التي ستنطلق في الناقورة بعد غد الأربعاء هي مفاوضات تقنية بإشراف الأمم المتحدة وبحضور الوسيط الأمريكي ديفيد شينكر الذي يصل هذا المساء إلى بيروت وسيمثل بلاده في الجولة الأولى من المفاوضات. فقط إشارة علا، كنا اليوم في منطقة الناقورة حيث ستجري المفاوضات. اللافت بأن الجيش اللبناني نفذ اليوم مناورات
في الناقورة يعني على بعد أمتار من الخط الحدودي البحري الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة. مناورات بالمدفعية كان بطبيعة الحال ينفذ تدريبات باتجاه هدف يعني في المياه الإقليمية اللبنانية، وكانت الزوارق الإسرائيلية على بعد أمتار من تلك المناورات. بطبيعة الحال يعني هذا الوفد هو تقني لا حضور سياسي فيه، وبالتالي يصر لبنان على أنه آخر دولة يمكن أن تفكر بالتطبيع أو المحادثات السياسية مع إسرائيل، وهذا موقف الرئاسة اللبنانية، موقف رئيس البرلمان والقوى السياسية المعنية والحريصة على استعادة حقوق لبنان البرية والبحرية. طيب نعم. هذا الموضوع ربطا إذا أمكن بما يجري الآن لناحية طبعا متزامنة مع قرب للتأليف والتكليف وغيره، الرئيس سعد الحريري، الرئيس الأسبق سعد الحريري يقوم بلقاءات منها كان عون وبر، إذا أمكن أن تضعنا بتفاصيله، وتحضيرا لولادة الحكومة وربط موضوع الحدود بهذا الموضوع لو سمحت. يعني تحديد الاستشارات النيابية في 15 من تشرين أول أكتوبر أي يوم الخميس يعني كان بقرار من رئيس الجمهورية بحسب صلاحياته الدستورية. أما تحديد موعد المفاوضات فهو مسألة تقنية، يعني عندما أعلن رئيس البرلمان نبيه بري عن إنجاز الاتفاق الإطار مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يخص هذه المفاوضات لم يكن هناك تزامن حينها، لكن بما أن الحكومة يعني عندما اعتذر الرئيس مصطفى أديب في 26 من سبتمبر الماضي ونحن أمام يعني قرابة الأسبوعين أو أكثر على هذا الاعتذار، وبما أن المبادرة الفرنسية نصت على 4 إلى 6 أسابيع لتأليف الحكومة، كان يجب الدعوة للاستشارة النيابية منتصف هذا الشهر. الرئيس سعد الحريري يعني عندما خرج من بعبدة لم يحصل على دعم كرئيس مكلف، يعني بحسب ما أفادتنا مصادر أو مقربة من الرئاسة اللبنانية بأن عندما التقى الرئيس عون اليوم الرئيس الحريري ليس لتقديم الدعم، أولا لأنه ليس رئيسا مكلفا بعد، إنما استمع إليه واستمع إلى ما يحمله من مشروع للحكومة الجديدة. وبطبيعة الحال يعني عندما ينهي مشاوراته في 6 مساء هذا اليوم يلتقي مع رئيس البرلمان نبيه بري، يلتقيه كمرشح للحكومة بينما كان يلتقيه بالسابق كوسيط عن الرئيس المكلف. وبالتالي يعني هذه المشاورة التي يجريها الحريري يعني تؤكد إذا ما كان سيستمر في ترشحه أم أن هناك يعني قرار آخر، لأن التيار الوطني الحر سيعلن غدا موقفه، القوات اللبنانية ستعلن بعد غد موقفها، الحزب التقدم الاشتراكي قال بأنه لا مشاركة ولم يعلن بأنه سيدعم سعد الحريري، يعني حركة أمل حزب الله سيتضح الموقف مع الرئيس نبيه بري اليوم، وبالتالي هناك ساعات يعني فاصلة لتبيان ما إذا كان سعد الحريري سيكمل مشواره في الترشح لرئاسة الحكومة أم لا. نعم علا. عباس الصباغ مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. الظهيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. لافروف يقول إن هدنة ناغورنو كاراباخ لم يتم الالتزام بها بنحو كامل. من جديد أهلا بكم. واصلت أرمينيا وأذربيجان تبادل الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. يريفان اتهمت أنقرة بالسعي إلى تقويض التهدئة واتفاق موسكو نفية قصف مدينة غانجا مؤكدة احترامها اتفاق وقف إطلاق النار، واتهمت في المقابل باكو بقصف مناطق مأهولة بينها ستيباناكارت عاصمة إقليم ناغورنو كاراباخ. مساعد رئيس أذربيجان حكمة حاجياف حذر من جانبه خلال زيارته مدينة غانجا من أن بلاده سترد على أي خروق لاحقة. هذا وقالت السلطات الأذربيجانية إن القصف على غانجا أودى بحياة 7 مدنيين. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الاتفاق على هدنة ناغورنو كاراباخ الذي تم التوصل إليه في محادثات موسكو الأسبوع الماضي لم يتم الالتزام به بنحو كامل. وقال لافروف في اجتماع مع نظيره الأرميني زوهراب ناتساكيان إن الأعمال العسكرية ما زالت مستمرة في ناغورنو كاراباخ على الرغم من التوصل إلى اتفاق هدنة برعاية روسية مع الجانب الأذربيجاني. نددت الخارجية اليونانية بقرار تركيا إرسال سفينة أبحاث إلى شرق المتوسط. الموقف يأتي غدا إعلان أنقرة إرسالها مجددا سفينة للتنقيب عن النفط في مياه تتنازع السيطرة عليها مع اليونان. وقالت البحرية التركية أن السفينة ستقوم بأنشطة في المنطقة بما في ذلك جنوب جزيرة يونانية اعتبارا من اليوم.
وصف رئيس حزب المستقبل في تركيا أحمد داود أوغلو الرئيس رجب طيب أردوغان وعائلته بأنهم أكبر مصيبة حلت على تركيا. أوغلو ذكر أن أردوغان اضطر إلى التحالف مع حزب قومي وآخر يساري من أجل البقاء في السلطة. تصريحات داود أوغلو جاءت خلال مؤتمر حزبه في مدينة مرسين، حيث أوضح أن دعوة أردوغان المواطنين إلى الصبر على المصائب والصعوبات والفقر لها معان ودلالات، قائلا إن الأمة ستصبر ولكن على أي مصيبة ومن هم المتسببون فيها. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس دونالد ترامب كان ينوي لدى خروجه من المستشفى تمزيق قميصه للكشف عن قميص آخر عليه صورة أو شارة البطل الخارق سوبرمان. الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة أن ترامب أراد بهذه الخطوة تفادي الظهور بمظهر الشخص الضعيف لدى خروجه من المستشفى حيث كان يعالج من كورونا، وأنه أجرى عدة اتصالات في هذا الشأن قبل أن يتراجع عن الخطوة. صحيفة نيويورك تايمز كتبت أيضا أبعدوا يد ترامب عن الزر النووي، محذرة من أن العلاجات التي تناولها عقب إصابته بفيروس كورونا تؤثر على صحته العقلية والنفسية وفق علماء أمريكيين. في سياق علاجه من فيروس كورونا، حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقار ديكساميتازون، وهو مركب يزيد من كميات استيرويد ما يمنح الشخص شعورا بالقوة المفاجئة والطاقة والحصانة ويجعل من قراراته غير متوازنة بنحو كبير. يشتهر ترامب بتصريحات استعراضية من قبيل اعتباره أن الوصول إلى البيت الأبيض كان أمرا إلهيا له، أو تهديده بامتلاك زر نووي أكبر من ذاك الذي تملكه كوريا الشمالية، أو حتى نكرانه التام ظاهرة التغير المناخي، أو كلامه عن الطائرات الخفية عن الرادارات على أنها غير مرئية، إلى جانب تصريحاته بشأن اعتبار طواحين توليد الكهرباء الهوائية ضارة بالبيئة. صحيفة نيويورك تايمز قالت إن ترامب أراد تمزيق قميصه ليظهر تحته قميصاً آخر عليه شارة سوبرمان فور خروجه من المستشفى، ويبدو أن فريقه واجه صعوبة في إقناعه بالعدول عن هذه الفكرة والاكتفاء بإلقاء التحية العسكرية التي أداها بعد خلع قناعه الواقي. الصحيفة استشهدت بكلام فيبن نارانغ، وهو أستاذ محاضر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي حذر من أن الدواء الذي عولج به ترامب يمكن أن يحول المرأة إلى شخص مصاب بجنون العظمة، لافتا إلى أنهم لا يعرفون المقدار الذي أعطي لترامب. ووفق العضو في اتحاد العلماء الأمريكيين هانس كريستنسن، فإن الزر النووي يجب ألا يلامس إصبع ترامب في وقت لم تفصح فيه الحكومة الفيدرالية الأمريكية إن كانت قد اتخذت احتياطيات خاصة لذلك. وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد قدمت مشروع قانون لتشكيل لجنة خاصة تقيم قدرة الرئيس على حكم البلاد. يبدو أن الذبابة التي حطت على رأس مايك بنس خلال المناظرة مع كامالا هاريس ما زالت تلقى ردود فعل داخل أمريكا وخارجها. وفي هذا السياق علق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على الموضوع قائلا ذبابة مايك بنس تطير هنا، وذلك بطريقة لا تخلو من المزاح. يوجد ذبابة هناك، جاءت ذبابة مايك بنس إلى هنا إلى ميلافلوريس، إنها تدور حولنا. ذبابة مايك بنس تطير هنا وتريد أن تلتصق بي. لا، طيري بعيدا، اذهبي إلى بيتك. تعزز قوات التحالف الأمريكي وجودها العسكري في شمال شرق سوريا من خلال إرسال عدد من العربات والمصفحات العسكرية ومواد لوجستية إلى مراكزها في الحسكة. ووفق موقع روسيا اليوم، فإن قافلة المعدات دخلت الأراضي السورية عبر بوابة الوليد الحدودية. بمراكب نهرية أنهت عشرات العائلات السورية رحلة تهجير من مدينة البوكمال استمرت سنينا بفعل الإرهاب والحرب.
العبارات النهرية تنقل عشرات العائلات التي هجرت من مدينة البوكمال وريفها بفعل الإرهاب ليقطعوا نهر الفرات ويصلوا إلى مدينتهم عائدين إلى منازلهم بعد سنوات من التهجير، فيما تقل السيارات عائلات أخرى مع أغراضها المنزلية، فيما يعود آخرون سيرا على الأقدام ليستقروا في مدنهم وبلداتهم التي استعادها الجيش السوري في ريف دير الزور الشرقي. دنا الله تولى مخلجنا يوم تعدينا على بلدنا ووطننا، والحمد لله على الوطن وعلى رئيس الوطن. الحمد لله على العودة، أمور طيبة، والله يخلينا الرئيس واستقبال، الحمد لله استقبلتونا وجزاكم الله ألف خير. البوكمال التي تقترب من الاحتفاء بالذكرى الثالثة لتحريرها من تنظيم داعش، أعادت الجهات الحكومية تأهيل ما تيسر من خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والمراكز الصحية ومختلف البنى التحتية لمساعدة السكان على العودة، مع استمرار أعمال إعادة التأهيل والإعمار فيها. وستسهم عودة الأهالي إلى المدينة في إنعاش الحياة فيها وإعادة استثمار أراضيهم الزراعية المنتشرة على ضفاف الفرات، ما يحقق دخلا اقتصاديا يساعدهم على مقاومة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بلادهم بفعل الحصار الأمريكي والغربي. عودة أهالينا وجمع الغفر والعرس الديمقراطي بعودة أهالينا إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم آمنين سالمين والحمد لله. نطالب من المنظمات من الدولة السورية دعم الفلاح من شان لقمة العيش، من كان يملك لقمة العيش فهو صاحب قرار. ومع استمرار عودة السكان تعود عائلات كثيرة عانت لسنوات في مخيمات قصد، ما يخفف من موجة النزوح الداخلي ويؤسس لاستقرار دائم في منازلها في كنف الدولة السورية. كشف خبراء كوريون الجنوبيون قدرات صاروخ كوريا الشمالية الجديد الذي ظهر لأول مرة في العرض العسكري خلال حفل ذكرى مرور 75 عاما على إنشاء حزب العمال الحاكم. الخبراء أكدوا أن الصاروخ صنع بأحدث التقنيات في كوريا الشمالية وأن بإمكانه مهاجمة أي جزء في الولايات المتحدة، كما يمكنه مهاجمة واشنطن ونيويورك في وقت واحد. الزميل عبد الله داهر واخبار الاقتصاد لك عبد الله. مساء الخير علاء. مساء النور. شكرا. اهلا بكم الى موجز الاقتصاد في الظهيره، حيث رست سفينه الشحن الاماراتيه ام اس سي باريس في ميناء حيفا في فلسطين المحتله بعدما انطلقت من ميناء جبل علي في دبي. وصفت صفحه اسرائيل بالعربيه في تويتر الحدث بالتاريخي، وقالت إنه بذلك تم افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات وإسرائيل. ومع افتتاح هذا الخط البحري فإن السفينة تصنع خطا عالميا يربط الهند والإمارات بميناء حيفا ثم بموانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة. أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق أن قانون تمويل العجز المالي سيحل محل الموازنة للأشهر الأربع المقبلة، وأن الرواتب ستكون مؤمنة إذا تم التصويت على قانون الاقتراض. وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار لوكالة الأنباء العراقية إن الحكومة أرسلت مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى البرلمان ليكون بديلا عن الموازنة، لكونه يشمل نفقات وديون الأشهر السابقة وتخمينات الأشهر المتبقية من السنة الحالية، لافتا إلى أن العجز يبلغ 41 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل 34 مليارا و400 مليون دولار. استؤنفت الرحلات المجدولة بين بغداد والنجف من جهة وطهران ومشهد من جهة ثانية وفق ما نشر على الصفحة الرسمية لوزارة النقل العراقية. ونقلت الصفحة عن وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي قوله إن استئناف الرحلات تم بعد استحصال الموافقات الأصولية من قبل سلطة الطيران الإيرانية لتشغيل الرحلات المباشرة التي توقفت لمدة شهر تقريبا بطلب من السلطات الإيرانية. بدأت سلطنة عمان المرحلة الثانية من إنتاج الغاز في حقل غزير العملاق وسط توقعات بزيادة الإنتاج إلى 1,500,000,000 قدم مكعب كل يوم من الغاز. ونشرت وزارة الطاقة والمعادن العمانية بيانا عبر تويتر يفيد بأن العمل يجري بالشراكة بين شركات بي بي عمان وبي بي وأوكيو وبتروناس في المربع الرقم 61 الذي بدأ تطويره عام 2017.
يتوقع أن تقر الحكومة السودانية في اجتماعها اليوم التحرير الكامل لأسعار الوقود والمحروقات، ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر لتر البنزين من 28 جنيها سودانيا إلى 110 جنيهات. يذكر أن الحكومة عقدت مؤتمرا اقتصاديا منذ أسبوعين أوصى برفع الدعم عن الوقود والمحروقات كخطوة لإيقاف التدهور المالي والاقتصادي في ظل استمرار العقوبات الأمريكية على السودان على إثر إدراجها على قائمة الدول الراعية للإرهاب. أصدر البنك المركزي الصيني عملات رقمية بقيمة 10 ملايين يوان، ما يعادل 1,500,000 دولار، لنحو 500 مستخدم سيختارون عشوائيا على أن يبدأ الاختبار في مدينة تشانشان جنوب الصين. وبات بمقدور أي شخص في هذه المدينة التقدم بطلب للانضمام إلى البرنامج عبر أكبر 4 بنوك في البلاد، فيما سيفوز البعض بمبلغ 200 يوان عبر القرعة لاستخدام العملة الرقمية في منافذ البيع. يذكر أن بعض البنوك المركزية حول العالم يسعى إلى إصدار عملاته الرقمية لتحديث أنظمة المدفوعات لديه. في الخبر الأخير، دعا كل من وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشن وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز النواب في الكونغرس إلى دعم خطة الإنقاذ الاقتصادي الهادفة إلى مساعدة الأعمال التجارية الصغيرة. وجاءت الدعوة بعدما رفض الحزبان الجمهوري والديمقراطي خطة الإنقاذ التي اقترحت يوم الجمعة وقيمتها 1800 مليار دولار. يذكر أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تفاوض الإدارة الأمريكية للحصول على حزمة دعم واسعة تطال مختلف القطاعات الاقتصادية وترفض فكرة التدابير المحددة. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظهيرة، نشكر لكم حسن المتابعة. أعود لك علا. شكرا لك عبد الله. شكرا. أخمدت فرق الإطفاء ووحدات الجيش السوري الحرائق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، خسائر فادحة تكبدها الأهالي قبل موسم القطاف. محمد الخضر. كافة الحرائق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص تم إخمادها، جهد تولته فرق الإطفاء ووحدات الجيش السوري والمجتمع المحلي للسيطرة على النيران في 150 موقعا في جرود جبلية قاسية وفي ظروف مناخية تساعد على انتشار النيران. أثناء نشوب أي كارثة أو أزمة اجتمع التنسيق ويتم استنفار كافة مؤسسات الدولة وبتتضافر جميع الجهود للتصدي لهذه الأزمة. فنحن بالبداية بعد لما من ليل يوم الخميس تم نشوب الحرائق تم التنسيق بين الأزمة واستنفار جميع المؤسسات وتوزيع المهام حسب الحاجة والأولوية. هذا محور ريزا بيت زنتوت الجبلي في القرداحة، أمتار قليلة تدخلت فيها وحدات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع انتقالها إلى الطرف المقابل من الغابة. تعاون الجميع أدى الحمد لله خلال أقل من 48 ساعة من السيطرة على جميع هذه الحرائق. وأنا بقول لكم من صباح اليوم يعني حوالي الساعة 5 صباحا انتهينا من إخماد آخر بقعة حريق كانت في بتبعد عنا حوالي 4 كيلومتر باتجاه الجنوب الشرق في جبل اسمه جبل العزرة. بحوالي 5 ونص صباحا تمكننا من السيطرة عليها، وفينا نقول هلا حاليا المحافظة لا توجد فيها نيران، خالي من النيران بإذن الله في الوقت الحالي. النيران أتت على آلاف الدنومات من الأراضي الحرجية وبساتين الزيتون والحمضيات والتفاح. في قرية بسوت التابعة لمدينة القرداحة غادر الأهالي بيوتهم لساعات تحت تهديد النيران ليعودوا مجددا يحصون ما خسروه في بساتينهم ومزارعهم. أن أضرار مادي أرض زيتون راحت كلها، فجول شرع شذا مسمير كله راح كله. شايف انا اول الناس مختار ضياع عندي 4 دمير هناك كليتي وغير 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 وكل الضياع كل الضياع خسرت والله. شايف بدنا مساعدة من الله من الدولة ينقذونا بالأزمة هاي. أخمد السوريون أسوأ موجات الحرائق منذ عقود على طريق طي صفحة موجعة لهم والنهوض بزراعة مساحات واسعة أحرقتها النيران. محمد الخضر من القرداحة في محافظة اللاذقية الميادين. ونحن أيضا مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الظهيرة، ولم يبقى إلا التذكير بعناوينها. سلطات الاحتلال ترفض الإفراج الفوري عن الأسير ماهر الأخرس وأسرى محررون يعتصمون في مقر الصليب الأحمر الدولي في البيري تضامنا.
الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاقية تطبيع مع الإمارات، ونتنياهو ومحمد بن زايد يتفقان على عقد لقاء قريب. إيران ترحب بخطتي روسيا والصين للحوار بين دول الخليج، وبكين تدعو إلى إنشاء منصة حوار متعدد الأطراف لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط. لبنان يسمي وفدا عسكريا تقنيا إلى المفاوضات بشأن ترسيم الحدود الجنوبية، وعون وبري يلتقيان الحريري مع بدء العبد العكسي لموعد الاستشارات النيابية. ترامب خطط للظهور بقميص سوبرمان لحظة خروجه من المستشفى لتفادي الظهور بمظهر ضعيف وفق صحيفة نيويورك تايمز. وكان في الظهيرة مادورو يعلق بطريقة فكاهية على الذبابة التي حطت على رأس بنس خلال مناظرة نائبي الرئيسين. الميادين دوت نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر بالإضافة إلى صفحة الميادين باللغة الإسبانية. شكرا دائما لطيب المتابعة، إلى اللقاء.